نروح لترند الاهلي، واول حاجه معايا النهارده حساب اليوم السابع، حساب الرسمي لليوم السابع على تويتر بيقول تغييرات في تشكيل الاهلي امام المريخ السوداني بفرمان موسيماني. طيب هما بيتكلموا على ان بيتسو موسيماني بينوي اعاده احمد عبد القادر في التشكيله الاساسيه بعد ما كان بديل في لقاء سان داونز، والفكره ان هنا ممكن يشارك في التشكيله الاساسيه مثلا مكان بيرسيتاو او مكان مثلا احد اللاعبين في خط الهجوم عشان يكون في تغيير في طريقه اللعب والتشكيل عن المباراه السابقه. كمان التعديل اللي ممكن يطرا على التشكيل الجبهه اليمنى، كلنا عارفين محمد هاني ما لعبش الماتش اللي فات، فبالتالي ممكن يبدا المباراه القادمه على حساب كريم فؤاد اللي كمان تعرض لكدمه في المباراه السابقه، لكن الحمد لله زميلنا فاروق صلاح اكد ان محمد هاني سليم وكريم فؤاد سليم، وان شاء الله هيكون في جاهزيه لمحمد هاني يكون موجود في التشكيله الاساسيه. وكمان بقى هنشوف ممكن يكون في الخيارات الفنيه على دكه البدلاء، ممكن حسين الشحات، ممكن باسي تاو، هيبقى في اكتر من خيار في مساله الاستعداد لمباراه المريخ السوداني. الوطن سبورت بيتكلم على نفس الجزئيه اللي بنتكلم عليها، محمد هاني بيعود لتشكيل الاهلي امام المريخ وانفراجه لكريم فؤاد، محمد هاني جاهز وكريم فؤاد بيقترب من الجاهزيه، وان شاء الله باذن الله هيكون الفريق في اتم الاستعداد. خدوا بالكم بعد اصابه اكرم توفيق ما بقاش عندك في الجبهه اليمنى الا محمد هاني وكريم فؤاد، لما جت الاصابه للاثنين قبل مباراه سان داونز واثناء المباراه اضطريت تنزل طاهر محمد طاهر وترجع حمدي فتحي في مركز المساك، وخليت محمد عبد المنعم يميل شويه ناحيه الجهه اليمنى، بتضطر تغير في المراكز والتشكيله بسبب الاصابات، لكن ان شاء الله هيكون الكل في اتم الجاهزيه امام المريخ السوداني. طيب بنتكلم كمان على حسين الشحات، المصري الرياضي على تويتر بيتكلموا على ان موسيماني يدرس مشاركه حسين الشحات في مركز جديد امام المريخ. الخبر هنا بيتكلم على فكره ان مثلا لو ما كانش محمد هاني جاهز او كريم فؤاد ممكن يستعين بحسين الشحات كظهير ايمن، لعب في المركز ده في مباراه المقصه او مع فريق المقصه في السنوات السابقه، والبعض كمان لما عمل موسيماني تغيير بنزول لطاهر محمد طاهر الكل قال طب ما كان حسين يلعب مكان طاهر، لان حسين بيلعب دايما او لعب قبل كده في مركز الظهير الايمن فيقدر يعمل انطلاقات في الجبهه اليمنى، لكن هو اختيار ممكن يكون من ضمن الخيارات اللي عند بيتسو موسيماني، لكن طالما محمد هاني جاهز مش هيكون في تغيير في الشكل او التكتيك اللي ممكن لو بدا بيه حسين الشحات. نروح لحساب اليوم السابع وبيتكلموا على الحضور الجماهيري، مصادر المريخ يطالب الكاف بمنع حضور جماهير الاهلي في قمه دوري ابطال افريقيا. كنت معاكم في فقره ترند الترند وقلت ان المريخ كان بعت وطلب 4500 مشجع من المريخ او من السودان و500 مشجع للاهلي. الطلب ما تمش يعني اصدار اي قرار فيه الا بعد الاجتماع التنسيقي والامني ظهر اليوم. الاجتماع ده اسفر على حضور 400 مشجع او 400 دعوه في هذه المباراه، 200 للاهلي و200 للمريخ، وده بناء على الاتفاق مع المريخ السوداني صاحب الملعب والمباراه والقرار الرسمي بالتاكيد من وجهه نظره في الحضور الجماهير. طيب السوشيال ميديا برضو لسه بتتكلم على هذه الجزئيه. يلا كوره نقل تصريحات للاستاذ حازم مصطفى رئيس النادي اللي قال فيها، وهذه التصريحات كانت من 48 ساعه، يلا كوره نشرها امبارح واتكلم فيها وقال طلبنا حضور 4500 من مشجعينا امام الاهلي. رئيس نادي المريخ في تصريحات ليلا كورة قال إن نادي طلب حضور 5000 مشجع في مباراة الأهلي، منهم 4500 في جمهور للمريخ و500 مشجع من جمهور الأهلي. في حالة رفض العدد المذكور المريخ طلب اللعب بدون حضور جماهيري، وده اللي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأمني والاستقرار على عدد محدد 400 بدعوات وبأسماء موجودة في كشوف رسمية، وهيتم اطلاع المراقب في هذه التفاصيل بكره في الاجتماع الفني عشان يتم التنفيذ بكل هذه التفاصيل في مباراه يوم الجمعه الساعه 6 على ملعب الاهلي والسلام. طيب حساب كور بلس راح لجزئيه مهمه جدا، الكاف بيرد على هجوم موسيماني بسبب عدم تطبيق تقنيه الفار. النهارده الزميل الاعلامي في جنوب افريقيا فيليلا ميوندا عمل حوار واجرى حوار مهم جدا مع لوكس ستامبر المدير الإعلامي ورئيس المركز الإعلامي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ووجه له تساؤلات، هذه التساؤلات كانت من بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب مباراة سان داونز والأهلي، واللي وجه فيها موسيماني تساؤلات للاتحاد الإفريقي، إزاي كل هذه المصاريف اللي بتتصرف على البطولات مفيش تقنية الفيديو في دور المجموعات، وإزاي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أوروبا وكل البطولات الكبيرة في القارات بتتلعب فيها أو بتتلعب بتقنية الفار ما عدا دوري ابطال افريقيا، وان كده الكره الافريقيه لم يحدث فيها اي تقدم ملموس
منذ تعيين او منذ اختيار باتريس موتسيبي، وان احنا لسه عايشين في نفس الزمن في وجود عيسى حياته اللي من حوالي 20 سنه كنا ماشيين بنفس السياق وبنفس الشكل، مفيش اي تطور في مسابقات الانديه الافريقيه. لوكاس سبتمبر رد وقال تكلفه وجود تقنيه الفار مرتفعه جدا في جميع انحاء افريقيا، ومن الممكن ان تصل لملايين الدولارات في شهر واحد، لان طبعا كلنا عارفين ان الشهر الواحد ممكن تتلعب فيه جولتين، فبنتكلم مش اقل من 16 الى 20 مباراه في كلا البطولتين. قال كمان لوكاس ان باتريس موتسيب رئيس الكاف بيعمل بكل جهد من اجل تطوير كره القدم في افريقيا، لكن هناك ضائقه ماليه منذ ان تولى باتريس موتسيب الرئاسه، وبالتالي نحن نسير في الاتجاه الصحيح للتعاقد مع افضل الرعاه في الفتره اللي جايه. قال كمان ان في التزام من موتسيبي في هذه الفتره ان يكون في تقنيه في جميع المباريات، لكن علينا الا ننسى ان الاهرامات لما اتبنت ما اتبنتش في اجازه اسبوعيه، خدت مساحه وقت، فهو بيتكلم ادونا وقت عشان نقدر نطور ونقدر نبرز كل هذه التفاصيل في الفتره اللي جايه. قال كمان نقطه مهمه ان الفار ما بيطبقش في افريقيا كلها الا في دولتين، في مصر والمغرب، وبالتالي الامكانيات البشريه او القدرات البشريه عند الحكام مش متوفره بعدد كبير عشان تغطي كل هذه المسابقات. نحن بحاجه الى المال والموارد الماليه لوجود تقنيه الفيديو، وسنتحدث عن هذا الامر في التوقيت المناسب وسنصدر بيان في هذا الشان. وانا هنا عندي تعليق مهم جدا قبل ما اخرج من هذه الجزئيه واطلع لفاصل. في اقتراح مهم جدا عجبني قاله الكابتن ياسر عبد الرؤوف في اتصال هاتفي كان بينه وبينه من حوالي يومين ثلاثه. قال الاتحاد الافريقي عشان يخرج من هذه الازمه سهل جدا يطبق نفس التجربه اللي حصلت في كاس العالم في روسيا، فار مركزي، تقنيه فيديو مركزيه في مقر الاتحاد الافريقي من خلاله يتم يعني توفير وسائل اتصال مع الحكام في كل المباريات، وبالتالي تقدر تطبق التقنيه زي الكلام ده ما حصل في كاس العالم في روسيا لما تم تطبيق التقنيه في مكان محدد وما كانش فيه تحرك للحكام ولا الاجهزه في كل الملاعب.